رح أروح لأول فقراتنا وضيفنا يا رشا. اليوم مميز، رح أروح لعالم الفن. ضيفنا متعدد المواهب من الموسيقى للتأليف التلحين والنحت وأيضا الرسم. بصيرنا نرحب بضيفنا الفنان منذر مصطفى. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم وإن شاء الله تضلوا بخير، وشكرا لكم ولكادر الأخباري. أهلا وسهلا أستاذ منذر، نورت صباحنا لليوم. اليوم يعني في عنا أغلبية بالأشخاص بيكون عندهم مساحات كبيرة من المواهب وبيهتموا بكذا ناحية، وحضرتك منهم اليوم أستاذ منذر، ولكن أنت كيف قدران تجمع كل هالمواهب من دون ما تطغى موهبة على موهبة أخرى؟ لو عم نحكي تلحين، شعر، كتابة، نحت، فن تشكيلي، تماما، عازف على العود أيضا، تماما، وباع طويل الحمد لله. بس من ناحية أنه بالفعل سؤال وجيه، يعني المواهب انا بعتبرها اللي انا شخصيا انه هي كل متكامل. يعني كيف الجسد واعضاء الجسد، يعني انا بشبه هالهوايات هي باعضاء الجسد المتكونه للجسد. نعم، فاي نقص فيها بياثر على الجسد. صحيح، يعني كل له وظيفته ببناء هالشخصيه هي. او حتى كان بناء، إذا قلنا أربع هوايات ممكن تكون أربع أعمدة لبناء. إذا فقد أحد بناء أعمدتها فقد ضعضع البناء، بصير خلل من هالمبدأ هذا. فأنا موازن، يعني موازن ما بين هالهوايات، حس أنه هي مكوني شخصيتي يعني بصراحة. ويمكن الطبيعة كمان إلى دور أساسي بهالموضوع، بموضوع تكامل الهوايات. بتوحي يعني أنا أحيانا مثلا من ناحية الفن التشكيلي ممكن أنا أشوف المادة بالطبيعة هي تعطيني الشكل اللي أنا أعمله. وأحيانا بيكون شكل غامض أنا أحس حالي أني أنا ما أبحث عنه أو أنا ما أكشف الغبار عنه لحتى يبين، يعني بحس أنه هو موجود كامل وأنا ما أبحث عنه، فبيطلع معي أشكال. هلا رح نستعرضهم اكيد على الكاميرا. تمام، اكيد كل شخص بس يوصل لمرحله النجاح بحياته دائما بيستذكر البدايات، هي بتكون لمسه دائما عنده. خلينا نستذكرها مع حضرتك اليوم، تحكي لنا عن البدايات، كيف غذيت هي المواهب اللي بتمتلكها. صح، بدايات يعني هي كانت بسيطه وطبيعيه كثير يعني وعفويه. ادواتي كانت بسيطه جدا، يعني يمكن الظروف شوي اللي كنا نعيشها وإنسان بداية عمره، فشو كان أمامي؟ أدوات حادة بسيطة كنت أخلق منها، مثلا من الطبيعة شوف حالي أني ما أعمل شيء معين. مثلا ممكن تكون ورقة بالأرض مثلا، أو معي قلم رصاص، كنت طالب مدرسي يعني، ممكن أنا أصنع من هالمادتين هي كمان عمل فني. أدواتي بسيطة جدا ولا زالت حتى الآن، يعني ممكن هي أدوات يعني العمل يدوي بحت، هي يدوي بحت هالعمل هذا، ولا أي شيء يعني ما فيها تصنيع إلا فقط مادة اللمعة اللي هي الحجر طبيعي لونها طبيعي هي. استخدم اللكر فقط اللمعة، مو لون هذا. ما استخدمت لون نهائيا، لا على طبيعتها. يعني اليوم رغم خلينا نقول الإمكانيات جدا قليلة، ولكن اليوم عم يطلع معك شغل جدا جميل، وهذا دليل على الشغف. دائما بحياة كل حدا فينا وقت اللي بيكون في نجاح بحياتنا بيكون في ملهم أو عراب، لأنه هو صحيح اللي أخذ بإيدنا لحتى ننطلق بهذا الطريق. تماماً. مين عرابك اليوم أستاذ منذر؟ هلأ أنا بعتبر أنه عندي أمين، أو أم يعني أم الطبيعة الأم، وأم التي ولدتني يعني. فأمي إلى دور لا يستهان به، دور أساسي من من يعني من من هالأدوات هي، أو من دعم الأم البداية من دون أن تعلم إنه أداة ممكن هي ما تستخدمها أنا أستخدمها، تمنحني الأدوات اللي ما بحاجتها بالبداية طبعا. فكانت أنا لي هي زخر وتشجيعة من البدايات، يعني تشجيعة كمان له دور أساسي. ومثل ما قلنا أنا ابن ريف وطبيعة حلوة، ساعدك هذا الشيء تماما. أيوة، أجواء الطبيعة، وأنا يعني معظم الأوقات ممكن العزلة تعطيني كمان أفكار. يعني ممكن ربع ساعة تعمل لي يخطر على بالي أكثر من عمل أو أكثر من شيء يعني. أي والله، فأنا بعتبر الطبيعة مع أمي أنا
الملهمين الأساسيين لأعمالي الفنية بصراحة، أو لهواياتي لهواياتي بشكل عام. تمام، حضرتك متعدد المواهب ما شاء الله، اليوم لو حضرتك ذكرت أنك قدران أنك توازن بين هدول المواهب كلياتهم، لكن اليوم لو خيرت بأحد هي المواهب ممكن أنه في موهبة محددة أو أحب لقلبك ممكن أنك تختارها؟ اسمحي لي نرجع للتشبيه اللي شبهته بالجسد. الأعضاء مو كلها نفس المسؤولية بالجسم ولي كلها نفس الوظيفة. يعني أنا بشبه أنه الموسيقى عندي هي القلب، هي قلب الجسد. صح، هي قلب كل الكل. أيوه تماما، بالنسبة للناس. وأنا بالنسبة لي كمان، يعني أنا مشدود موسيقيا أكثر من باقي المواهب. عندي الموسيقى أساسية عندي أنا، فإذا شبهناها، إذا بدنا نشبهها بالجسد، فأنا بشبه الموسيقى بالقلب، وبالتالي إذا خيرت بختار الموسيقى. هي طبعا اختياري صعب لأنه الكلمة ملازمة للموسيقى للحن، مكملين لبعض. يعني في مثلا بعض الأغاني أعطيها لحن فقط ما راح تكون نفس الاندفاع إلا إذا ما كان معها لحنة مثلا. صح، يعني الكلمة لحالها واللحن لحاله لا، اجمعيهن مع بعض بتصير الأغنية لك ذكريات فيها. تماماً، بتصير توحي لك بأشياء معينة مثلاً. فالكلمة مع اللحن بيولدوا شيء، بيولدوا جسم كامل. أنا برأيي ما بمفهر. بس إذا خيرت أنا بختار الموسيقى. طيب، وإذا نحن بدنا نختار هيك شيء من شعرك، كونه حضرتك صحيح اليوم صحيح أيضاً والله. كاتب والقلم أيضاً هو وروائي حضرتك؟ في رواية هون. أيوة. طيب، خلينا نروح للشعر ولا القلم اللي هو أيضاً سلاح بتقدر توجهه للفئة اللي أنت حاببة من الناس أو اللي أنت بهمك أن تصلها. اليوم شو رح نقرأ؟ هو وانت بتحب الشعر العاميه مثل ما خبرتني. تماما، يمكن هو بيوصل للقلب اكثر. لي تجربه ديوان قديم بالفصيح، بس كوني مايل للحن فملت للعاميه لانه اقرب للناس حتى. يعني تماما لقلوب الناس. هلا فيه مواضيع مختلفه. هلا انا الشعر ما بكتبه الا اذا يعني كانه دفتر ذكريات. يعني انا شيء بيصير معي بحياتي مثلا بترجمه بكلمه. خلينا نشوف ذكرياتك بعض الكلمات. أيوة. على ما يبدو ذكريات كثيرة يا أستاذ. ذكريات كثيرة والله. أي والله. إحنا بحاجة دواوين لنوثق اليوم أحداث وذكريات مرقت بحياتنا. صحيح صحيح. لكن هيك نختار شيء هيك على ذوقك أقرب لقلبك. يلا ها ثواني. فيه إلا فيه هون قصيدة من وحي الحياة القاسية اللي عشناها. نعم. هي فيها شوية نقد يعني للي أخطأوا مثلا، وفيها شوية هيك عتابات، بس هيك وصف سريع. تفضل. منقول للي الله يسامحهم، للي أذوا البلد. لمهلك يا شادد رحالك وهربان، مسرع الخطوات هدي شوي، يا حارق هويتك وشاطب العنوان، لافف شهادات حقوق وقضية، ناسي بالدرج ورقة كرامي، حامل بالخرج سلة قمامي، لابس من هرج بدلي وعمامي، من الشيطان جايبها هدي. دار من نيران أنحاء البلاد، تارك الأحياء أكوام ورماد، متاجر بأعضاء أجساد العباد بلا استئذان من باري البري، حامل شهادة أسوأ سلوك، داعس عناسك وامك وابوك، حامل وصايا للي بلوك، اقتلت ابدان ارواح نقيه، الله والزمن والناس ضدك، ما ضل ينفعك حراس حدك، ظان ما حدا بمقياس قدك، صرت مليان والعيش هني، لوين رايح بعشقة الايام، سنين ضاعت ما بقي احلام، لوين غاطس بوحلة الاوهام، شربت مليان من كاس المني. الله. هي من شاء الله للإيطالي، مقتبس منها. تمام. يعني إذا بتحبوا بنسمع شيء آخر، ناخد شيء غزال هيك على الصبح. صحيح 100% حقا علينا. تفضل. يلا ثواني. أيوة. ودائما الشعر هو رسالة بيكون موجهة، يعني بيحمل صحيح. الرسالة تماما تماما. نعم. شعور معين أو أحداث بتصير.
حضرتك ذكرت انه كتاباتك او الشعر دائما من الشيء اللي انت عايشه او ذكرياتك، ممكن دائما تتطرق لهذا الشيء او ممكن تكتب شيء مغاير عن ظروفك؟ السؤال صحيح محله. هلا هي لا ممكن ايه لا ممكن تجي الفكره فكره من دون حدث معين، ممكن تجي فكره حتى بالمنام، ممكن تجي انا عندي يعني حتى باللحن كمان يعني ممكن انا اكون ساهي يعني ما بين النوم واليقظه يعني تمام. ممكن تجيني شيء معين، الهام معين حسب للكتابه او للحن او شيء بالفعل يعني. ما هو الشعر الفن هو حاله ابداعيه يعني تولد بلحظه. خلينا نسمع شيء من تمام. القصائد الغزل صحيح ان شاء الله نلاقي وحده من قديش لك بهي المجالات استاذ منذر؟ ايوه قد ايه لك بالمجالات بمجال الكتابه؟ يمكن من وقت اللي وعيت من يوم اللي وعيت حسيت حالي اني عم اكتب وعم ارسم وانحت ولحن يعني حتى كان بدايه الموسيقى كانت بدايه يعني حتى كنت يعني لكثر شغفي بالموسيقى كنت طالب مدرسي يعني فسمعت صوت ناي فحسيت انه هالآلة هي ممكن الحصول عليها فبحثت كثير ووصلت عليها بس للاسف ما وصلت للناي نفسه بس لآلة بتشبهه من القصب يعني اي ايام البدايات فضلت عندي هي لحتى شفت عازف الناي وحدا عم يعزف ناي طول الليل للصبح لحتى طلع صوت الناي لانه طريقه عزف الناي اي تماما له طريقه معينه اي تماما فهي كان بدايتي بالموسيقى. في حدا بعائلتك استاذ عنده هي المواهب؟ لا هي تفضل. نعم. في حدا بعائلتك عنده هي الموهبه ولا حضرتك فقط؟ فيه مواهب بس شبه كامله الوالد الله يرحمه الله يرحمه كان الله يرحمه شهيد الله يرحمه يرحم كل الشهداء كان عنده هوايه بالفعل كان عنده هوايه شعر عنده صوت بس ما 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 ما, ما سلطت الاضواء يعني ما خرجت للنور كان هيك قاعدات وكذا يمكن انا هيك هد شوي من تفضل استاذ بس فن تشكيلي ممكن لا هي حاله خاصه فيه تماما خاصه هون في قصيده ممكن تغنى اي غزل شو بنقول فيها يا احلى من ورد الفل خجلت منك زهراته الله سواكي تيضل يعطينا من جناته الله اسألنا عنك بالوديان هلا قبل ريف انا وضياع وطبيعه وكل ورود اللي بالبستان وصفك لا انس ولا جان قدروا يلاقوا كلماته. ما بتشعر اليوم استاذ منذر انه انت شوي يعني انا كعم بسمعك يعني القدم بتقول انه انت خرجت تقول زجل ايضا يعني لك تجربه بالزجل؟ هلا في ايوه هلا هو لو معنا العود آلة العود كنا تمام في عندي زجل تماما تماما اسألنا عنك بالوديان وكل ورود البلبستان وصفك لا انس ولا جان قدروا يلاقوا كلماته من تحت جبينك سيفين حراس الهاك العينين يا ويلي هالرمش العين من شي وخزي بشوكاته الله والحمرة اللي ما مثلها ورد عالشفي وعراس الخد والشعر الأسود ممتد تحت الخصر جديلاته القامي والخصر اللاوي جروح الصعب بالداوي بخطواتك عم تتغاوي رقص الريم بمشياته صوتك تغريد العصفور بيفرح قلب المقهور أشطر موسيقي مشهور صعب يلاقي لحنها نغماته نعومتها لمسة حرير ما بيلبق على الأرض تسير لازم ياخدها شي طير ويحملها على جناحاته بتتنقل بين الحارات وتتبسم هاك البسمات بتخلي اللي عنده بنات يحاول يخفي بنياته جمالها يسوح القلوب لو كانت صواني دوب بتمشي العاشق عدروب ما بيحس بخطواته الله سر الانس بنظرتها وسحر الجن بفتنتها الله صانع خلقتها وجامع فيها اياته وكونك اليوم عم تكتب من مواقف وذكريات واشخاص بحياتك فانت كاتبه لحدا هي القصيده ممكن ايوه كاتبة. فينا نعترف على الهواء بس المشكله ما راح تعرف يعني
المشكلة لا أقر كاتبة لا شخص بدون ما يعرف ما بيعرف أيوة لو يعرف أكيد رح يكون هون يسلمها تم أستاذ منذر يعطيك العافية أستاذ اليوم أي فنان بيتعرض للانتقادات لا يمكن حتى معوقات خلينا نبلش هيك بالانتقادات وخصوصا حضرتك باعتبارك أنه في عندك مواهب متعددة يمكن تسمع نقد من أشخاص معينين هذا الشيء قديش ممكن يكون أثر فيك أنا بيأثر فيه بس أنا اللي بيأثر فيه سلبا إذا كان النقد مو محله بصراحة الهدام تماما نعم أنا بسميه هدام تماما لما بتنقدني أنا نقد مو بمحله أو يمكن تكون غيري مثلا من اللي مثلا بكل تواضع يعني نجاح أو تماما ما بده يعني إنجاح وكذا ممكن يحبطني بكم كلمة فبيأثر علي سلبا النقد نعم. أما النقد البناء بالعكس أتصوري أنا بعكس نفوري من النقد السلبي بعكس انتفاعي للنقد البناء بالعكس أنا أنت ما تفيدني أنت يعني أنت ما تساعدني ببناء شيء معين إذا ما تنقدني نقد بناء بشكل عام يعني مو بس بالشعر أو لا بشكل عام بالحياة كلها أصلاً يعني كلياتنا اليوم كلياتنا بحاجة للنقد البناء النقد البناء وأحياناً النقد حتى السلبي ممكن يعطينا ننظر لثغرة أستاذ منذر نحن داهمنا الوقت ولكن اليوم حابين نعرف رسالتك من خلال شاشة الإخبارية لو سمحت صحيح سؤال مهم جداً أنا برأيي كل إنسان عنده رسالة لو كانت سلبية نعم بس لابد من رسالة نحن ما خلقنا على الأرض لحتى نكون مثلنا بلا مؤاخذة مثل كائن أي كائن حي إنه ما عندنا أي شيء لا الإنسان ما دام إنسان فعنده رسالة حتما وأنا بطمح إنه شيء أعمالي هي طبعا بعض منا شاف النور بس في أمور كتير يعني عندي بصراحة بتمنى تشوف النور لأنه رسالتي من خلالها إن شاء الله ونحن بانتظار هذا النور اللي بيتسلط على أعمالك ونجاحاتك الله أستاذ منذر وشرفنا بلقائكم أهلا وسهلا وشكرا كثير للمبنى الإخباري وللكادر جميعا شكرا لك أكيد بنتمنى لو الوقت وإن شاء الله يكون خفيفين الظل عليكم لا بالعكس أهلا وسهلا فيكم نتمنى لو الوقت أطول نسمع أكثر الله يخلينا إيه والله كان في سم موسيقى وكان إن شاء الله مرة ثانية بلقاءات أخرى شكرا لكم نتمنى لك التوفيق والنجاح شكرا كثير لكم